الصورة فقط أنه أغلب حوادث المرور السبب تاعها هي تجاوز السرعة المفرطة. في إطار مجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطرف، وإضافة إلى جملة الإجراءات القمعية والردعية المتخذة من طرف الوحدات ميدانيا بالتنسيق واستغلال مختلف الوسائل، منها خاصة استعمال جهاز الرادار بالتركيز على النقاط السوداء. عمل هذا اليوم حول جهاز الرادار، حيث نقوم بعدم سحب الرخص السياقة وتبين أن هذا أن جهاز الرادار هو في خدمة في فائدة السائق وليس دائما لعمل ردعي. أنا مشاركين معاهم في الحملات التحسيسية للحد من الحوادث المرورية. العايش أحمد جئنا وشارك الإخوة قيادة الدرك الوطني في هذه الحملة التحسيسية تلت أسبوع كامل، شعارنا التقليص من حوادث المرور.